عن 50 متر مربع، يحتوي على أربعة أماكن للعبادة. هذا جامع مسجد شاهدونه، هذا مسجد باعوا شاهدونه، وهذا معبد للهندوس باعوا شوفوا، هذا معبد للهندوس باعوا شوفوا، نفس المكان وبنفس المساحة. والله عيب علينا، بالله العظيم احنا من ملة واحدة، المسلمين نبينا واحد، قرآننا واحد، كتابنا واحد، مختلفين. شوفوا يا جماعة الهند، وهذا هنا معبد للبوذة، شوف هذا معبد للبوذة، باعوا يأدون طقوسهم بالصورة الصحيحة. يعني وإحنا يا مسلمين كل جامع 100,000 مربع و 100,000 مثلث 100,000 دائرة. شوفوا يا جماعة، وهذا الكنيسة باوع. طبعا المفارقة اللطيفة يا مسلمين يا عراقيين، المفارقة اللطيفة إنه هاي الكنيسة، شوفون هاي الكنيسة، شوفونها باعوا هاي الكنيسة، وباعوا وراي صلاة الجماعة دتم، تشوفون صلاة الجماعة دتم بالصورة الصحيحة، وهذا الكنيسة. كما شاهدنا بهذه المساحة الصغيرة هناك مسجد للمسلمين، كنيسة للمسيحيين، معبد للسيخ، وآخر للهندوس. وهذا المكان بالفعل يمثل درس للتأخي والإنسانية والسلام بين البشر بمختلف الأديان والثقافات.